السلام عليكم. الهيئة الوطنية للنقل المزدوج، تمثيل ديال التمثيل مع الاتحاد المغربي للشغل، درنا واحد الوقفة احتجاجية من أجل المطالب ديال النقل المزدوج، منها المحطات للنقل المزدوج بالإقليم، منها التمديد وتجديد الرخص ديال النقل المزدوج واعتبار ديال الناقل المزدوج، وكنطالبوا بالسلطه المحليه، وكاين اجتماع ديال غدا ان شاء الله مع السيد العامل باش نطرقوا جميع النقاط المتعلقه بالنقل المزدوج. وكاين اليوم الحمد لله شارك في هذه الوقفه، كاين القطاع ديال النقل المزدوج من اقليم بولمان، مرموشه، سكوره، المرس، تانديت، ويزغت، كيكو، جميع القطاع ديال النقل بالاقليم راه تلتحق وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم من أجل المطالبة بالحقوق ديالهم والواجبات ديالهم والحقوق اللي كيتحقق بها الحقوق ديال سميتو السائقين والمهنيين في القطاع ديال النقل المزدوج. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميسور تي في على هذه الالتفاتة اللي دارت المهنيين ديال النقل المزدوج اللي دايرين وقفة احتجاجية بإقليم بولمان نظرا لسميتو الحقرة اللي تعرض لها القطاع وعدم تخصيص المحطات خاصه بالنقل المزدوج، والنتيجه الحمد لله عطات الاكل ديالها مبدئيا. أننا درنا اجتماع مع السيد الباشا ومع المسؤولين ديال العماله على اساس اننا غادي نديروا اجتماع غدا ان شاء الله مع السيد، وتحيه نضاليه للجميع الاتحاد المغربي للشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. لنشكر ميسور تي في ناخذ شي الفرصه نعبر في المشاكل النقل اللي نتعانى يوميا. نمشي لنتكرد نخدم خورا لخت تعرضنا للتاكسيات ديت ولخت جانا نخدم لا المخزن لا تحقا ناخذ دي موزار ولخت جانا نخدم خيخ فنخ مش دنكر نكرد غير سداع وليد نتكرر غير الخدمه. والسلام عليكم.